السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. رئيس الجمهورية يشرف على وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الأنظمة الكهربائية في المنطقة الشرقية بغلاف مالي يتجاوز 18 مليار أوقية. رئيس الجمهورية يؤكد خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي عزم الدولة إقامة المزيد من المنشآت التنموية داعيا السكان إلى صيانة ما تحقق من إنجازات في السنوات الأخيرة. جامعة الدول العربية تقرر في جلسة طارئة تقديم المشاركين في الاعتداءات ضد المدنيين في سوريا إلى العدالة الدولية. أهلا بكم. يا التفاصيل، نبدأ النشرة بنافذتنا على مدينة النعمة لنتابع فعاليات زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لولاية الحوض الشرقية التي تدخل يومها الثاني، حيث أشرف سيادته على إطلاق مشاريع تنموية هامة ومتابعة تقدم الأشغال في مشاريع أخرى قيد الإنجاز. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ظهر اليوم ضمن زيارته للحوض الشرقية الأشغال الجارية لبناء مسجد ومحضرة بيكة الأحواش. مسجد ومحضرة بيكة الأحواش تناهز تكلفتهما الإجمالية 200 مليون أوقية. كما تفقد رئيس الجمهورية في بيكة الأحواش بعض المشاريع الزراعية بالمقاطعة الواقعة في أقصى ولاية الحوض الشرقية. وسنعود إلى هذه المحطات من زيارة رئيس الجمهورية بمزيد من التفاصيل في نشراتنا المقبلة بحول الله. قام رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مساء أمس ضمن برنامج اليوم الأول من زيارته لولاية الحوض الشرقي بوضع الحجر الأساس لمشروع تطوير الأنظمة الكهربائية في المنطقة الشرقية. واطلع رئيس الجمهورية على البيانات التوضيحية لهذا المشروع واستمع إلى شروح حول انعكاساته الإيجابية لتحسين الظروف المعيشية للسكان والمساهمة في محاربة الفقر. وأزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية لهذا المشروع الذي يضم بناء محطة هجينة في النعمة تتكون من 5 مولدات، وبناء محطة هجينة في عد البقر، وبناء محطتي تحويل في النعمة وعد البقر، وشبكات النقل والتوزيع التي تستهدف تغذية مختلف المناطق من الكهرباء انطلاقا من المحطة الهجينة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 18.4 مليار من الأوقية بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير البترول والطاقة والمعادن أن هذا المشروع الجديد يندرج ضمن الاستراتيجية الطموحة للحكومة الهادفة إلى تثمين مقدراتنا الوطنية على الخصوص الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية. صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء، السيد الوالي، السادة المنتخبون، السادة المدعوون الكرام، يشرفني سيد الرئيس أن أرحب بكم في هذا الحفل المنظم بمناسبة وضع الحجر الأساس لمشروع تطوير الأنظمة الكهربائية في المنطقة الشرقية. إن هذه الورشة الجديدة تندرج ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تعدها وتنجزها الحكومة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية في مجال شبه قطاع الكهرباء، والهادفة إلى تثمين مقدراتنا الوطنية على الخصوص الطاقات المتجددة الشمسية والهوائية وضمان ولوج السكان إلى الخدمة الكهربائية في أفضل الظروف. يضم هذا المشروع الكبير 4 أقسام مختلفة يتعلق أولها بمجال الإنتاج، في حين تكرس الأقسام الأخرى لشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. سيد الرئيس، أيها السادة والسيدات، تشتمل المكونات الأساسية لمحور الإنتاج والذي تشرفوننا اليوم بوضع حجره الأساس على بناء محطة هجينة في النعمة مجهزة بخمس مولدات تعمل بالوقود الثقيل مجموع طاقتها
400 كيلووات وتركيب 3000 لوح شمسي كهروضوئي بطاقة 780 كيلووات. بناء محطة هجينة في عد البقرو مجهزة بثلاثة مولدات تعمل بالوقود الثقيل مجموع طاقتها 1500 كيلووات وتركيب 2000 لوح شمسي كهروضوئي بطاقة 520 كيلووات. بناء محولين بجودة 33-15 كيلو فولت ومد توصيلات 15 كيلو فولت لربط الشبكات الكهربائية لمدينتي النعمة وعد البقرو بالمحطتين الهجينتين. هذه الأشغال التي ستكتمل إن شاء الله في غضون 12 شهرا يتولى تنفيذها تكتل شركتين هما وزيس الصينية وديدي الموريتانية، بينما عهد إلى مكتب جوبا إنتاك الألماني بخدمات الهندسة الاستشارية. فيما يتعلق بالشبكات الكهربائية التي توجد صفقاتها في طور التقييم والمنح، فإنها تتضمن إنجاز 630 كيلومتر من خطوط 33 كيلو فولت و200 كيلومتر من شبكات الجهد المنخفض، بالإضافة إلى الإنارة العمومية، وذلك على المحاور التالية: أولا محور النعمة بيكة الأحواش والنعمة أمرج، ثانيا محور أمرج عد البقرو وعد البقرو بقلة، ثالثا محور النعمة تنبتقى والعيون دويرارة. سيد الرئيس، علاوة على تعزيز التغطية الكهربائية في البلاد لتمكين أكبر عدد من السكان من الولوج إلى الخدمات الكهربائية، يهدف هذا المشروع إلى توفير الطاقة بأرخص تكلفة للبنى التحتية الحالية وتلك المنتظرة في إطار تطوير القطب التنموي الذين تريدون خلقه في هذه الولاية لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشية لساكنتها. وهكذا فإن المشروع سيمكن من ضمان تغطية الاحتياجات من الكهرباء في المناطق التي كانت تستفيد من الخدمة الكهربائية في النعمة ومبيكة الأحواش وتنبتقى وعد البقرو وأمرج، 29 قرية تزيد ساكنتها على 500 نسمة تقع على طول الخطوط المرسومة، حقول الأبار في الدرويش وبقلة وحاسي أتيلة ومحطات الضخ الوسيطة المنشآت المستقبلية. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الدولة الموريتانية والصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي بكلفة إجمالية قدرها 18.4 مليار أوقية، من ضمنها 6.4 مليار لقسم الإنتاج و12 مليار لقسم الشبكات الكهربائية. وبهذه المناسبة اسمحوا لي يا فخامة الرئيس باسم الحكومة والشعب الموريتانيين أن أجدد التعبير الصادق للصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي عن شكرنا وامتناننا على الدعم السخي والمستمر الذي ما فتي يقدمه للنشاط التنموي الدؤوب في بلادنا. وكان عمدة مدينة النعمة قد ألقى قبل ذلك كلمة رحب خلالها برئيس الجمهورية والوفد المرافق لها، مبرزا أن مشروع مياه الظهر يعتبر مطلبا رئيسيا راود سكان المنطقة منذ زمن بعيد، وطالب العمدة بحل المشاكل المرتبطة بنقص بعض الخدمات الأساسية. يشرفني باسم سكان ولاية الحوض الشرقي عموما وباسم سكان بلدية النعمة خصوصا ومجلسها البلدي أن أرحب بفخامة رئيس الجمهورية وبالوفد المرافق له وبكل الوافدين من خارج البلدية، وأنتهز هذه الفرصة لطرح بعض الحاجات الملحة للسكان. أولا الماء، فالماء عصب الحياة وأساس التنمية كما يقال، وعلى هذا الأساس فإن مشروع بحيرة الظهر حلم طالما راود سكان المنطقة. وبهذه المناسبة فإننا نرجو تسريع وتيرة العمل فيه لتكتمل أشغاله في أقرب الآجال، نظرا إلى شح مصادر المياه في المدينة وتهالك الشبكة القديمة التي لا تغطي سوى نسبة 20 أو 25% من حاجيات المواطنين. وألفت انتباهكم سيادة الرئيس أن هذه البلدية بحاجة ماسة إلى حل مؤقت لمشكل المياه في هذه الأيام، وذلك بتوفير صهريج أو صهريجين لنقل الماء من الآبار. سيد الرئيس، أما بالنسبة للكهرباء فإن البلدية تتوفر على مولد كهربائي متوسط من حيث الجهد، والشبكة الحالية لا تغطي إلا بعض أحياء المدينة، في حين تبقى الأحياء الطرفية تعيش في ظلام دامس مثل أحياء إنجادي وملقى البطح والشوفية وأشرم وبيزيرة وغيرهم. وبهذه المناسبة فإننا نطالب توسيع الشبكة لتغطي هذه الأحياء، كما نطالب بتوفير مولد إضافي مؤقتا ريثما تكتمل الأشغال في هذا المشروع الجديد. في مجال الصناعة
فإن إنشاء مصنع للألبان في النعمة لحلم هو الآخر طالما راود سكان الولاية بصفة عامة منذ فترة، ونظرا لأهميته بالنسبة لسكان الولاية خصوصا وللوطن عموما، فإن الحفاظ عليه والسعي لاستمراره وإنجاحه واجب وطني يستدعي تضافر شهود الجميع كل من موقعه. ومن هذا المنبر فإننا نطالب باتخاذ الإجراءات الموازية التي ستساهم لا محالة في إنجاح هذا المشروع العملاق، وذلك بتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة أو خلق مناطق لزراعة الأعلاف أو إنشاء مصنع للأعلاف، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية المستمرة. أما بالنسبة للزراعة سيد الرئيس، فإن الزراعة في الحوض الشرقي عموما وفي بلدية النعمة خصوصا تنقسم إلى مروية وموسمية، ولكل مشاكله الخاصة به. سيد الرئيس، لا يفوتنا في ختام هذه الكلمة أن نطالب بفتح مطار النعمة الدولي أمام الملاحة الجوية لما لذلك من فائدة على سكان الولاية، كما لا يفوتنا إبلاغكم أن استفادة السكان من كل هذه المشاريع ومن غيرها مستقبلا يبقى مرهونا باستقطاب اليد العاملة المحلية، وخاصة الشباب الذي يمثل الطاقة الحيوية في الولاية. وفي الختام أتمنى لكم سيادة الرئيس والوفد المرافق لكم وكافة الضيوف مقاما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مساء أمس في إطار زيارته للحوض الشرقي مركز استطباب النعمة قيد الإنجاز، واطلع رئيس الجمهورية فور وصوله إلى المركز على البيانات التوضيحية لهذا المشروع الهام، واستمع إلى شروح حول مراحل تنفيذه وخصائصه الفنية والعمرانية ودوره المستقبلي في حل مشاكل الصحة العامة في الحوض الشرقي. كما تجول رئيس الجمهورية في أجنحة هذا المرفق وحث القائمين عليه على احترام الآجال المحددة وتوخي الجودة، وتنفذ هذا المشروع شركة أمكس تيب بإشراف من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بغلاف مالي يناهز 1,700,000,000 أوقية على نفقة الدولة الموريتانية. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قد تفقد عصر أمس مصنع الألبان بمدينة النعمة، وتجول رئيس الجمهورية في أجنحة هذه المنشأة التي تنفذ الأشغال فيها من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع بإشراف وزارة البيطرة، واستمع رئيس الجمهورية من القائمين على المصنع إلى شروح حول مكوناته ودوره في دعم التنمية القاعدية في ولاية الحوض الشرقي، كما تابع سيادته عرضا تفصيليا حول أشغال تركيب المصنع الذي يوفر أزيد من 100 فرصة عمل مباشر، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المصنع 15 مليون دولار أمريكي بتمويل من الدولة الموريتانية وشريك هندي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 30,000 لتر يوميا تتم تعبئتها في علب تتراوح سعتها بين 500 مللتر و250 مللتر، كما يتوفر المصنع على وحدة مركزية لمعالجة الألبان في النعمة وثلاثة مراكز لتجميع الألبان في الشامية وبنغو ووركن. وفي مهرجان شعبي كبير احتضنته مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي، ألقى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز خطابا شمل مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية في البلد، وفيما يلي ملخص لأهم مضامين خطاب رئيس الجمهورية. عمليا سعت الزيارة إلى تدشين منشأة اقتصادية هامة سيكون لانطلاق أشغالها ما بعدها، وهي في سياقها العام سانحة لتشخيص المشهد السياسي وتبيان ملامح ومؤشرات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. لغة الأرقام حضرت بامتياز في كلمة رئيس الجمهورية، بدءا بتوضيح الآفاق الواعدة من خلال تنفيذ مشاريع ستسمح بترشيد النفقات
وتحريك عجلة الاستثمار المحلي وتثمين موارد ذاتية عديدة. مصنع الألبان سعة الإنتاجية حوالي 30,000 لتر من الألبان، وهذا المصنع مصنع إن شاء الله مصنع لهذه الولاية، لسكان هذه المنطقة وللشعب الموريتاني كامل، راجين عنكم تستهموا به وعنكم تعرفوا عنه ملككم وعن نجاح وعنه نجاحكم أنتم. الدولة ما هي مستثمرة فيه ياك تربح، مستثمرة فيه ياك ينتج للشعب ويستفاد من المواطنين ويستفاد منه بصفة عامة التنمية الحيوان في هذه الولاية. منين نخلصوا؟ منين نخلصوا الإحصائيات اللي عندنا؟ كل سنة كل سنة الدولة تصرف من العملة الصعبة حوالي 22.7 مليار كل سنة بشراء الألبان ومشتقاتهم، وبالتالي هذا منين يرجع منه 50% وعلى 40% لهذه الولاية؟ دور يستفيد من المواطنين ويحسن ظروفهم المعيشية ويتحسن تحسن أيضا الثروة الحيوانية اللي هي أساس ملك هذه الولاية. ياخذ المصنع عود مكتمل لا نعدله أيضا ونمقله مصنع لتصنيع الأعلاف للحيوان، وهذا المصنع أيضا مهم للمصنع للألبان ومهم للحيوان هنا تياها فترة الصيف. ومكنت الصرامة في التسيير ومحاربة الفساد من الوقوف الحازم في وجه تبعات أزمة ألقت بظلالها على مختلف اقتصاديات دول المعمورة. الأزمة الاقتصادية موجودة في العالم كامل بصفة عامة، ولكن بلدنا الحمد لله موريتانيا العزيزة الحمد لله في أحسن ظروف اقتصادية، وهذا الدليل عليه أرقام ذكية معروفة وموجودة، لأن السنة 31 ديسمبر الميزانية كان فيها فايد يزيد على 19 مليار ملوقية، يعني ما في أي عجز ولا في أي نقص في الميزانية، في فايد 19 مليار وهذا موجود، ما هو الكلام، ما هو من الكلام اللي تسمعوا كلام المعارضة، هذا وقائع موجودة وتقدروا تخلصوا لها وتقدروا تعرفوها عن طريق المواقع اللي مواقع الدولة اللي ذوكم واضحين، والحسابات عن طريق البنك المركزي ومعترفين بها المؤسسات الدولية كاملين. هذا رقم الأزمة اللي موجودة، الأزمة العالمية الموجودة، حد عن فيه نقص في المداخل، ولكن بحسن التسيير ومحاربة الفساد وعودان عن جهد الناس اللي معارضة هي اللي كانت قائمة على البلد وخسرته ولا طلعت قائمة عليه، الحمد لله البلد بخير وبعافية. رقم اللي نقال لكم الكذب، لا نعطيكم الأرقام كاملين. المعادن الحديد كان السنوات الماضية كان $174 للطن، تم يقضي لين عاد تحت $40، والسنين الشركة اللي تعرفوا اللي كانت تدخل كانت تجلب سنويا من العمولات الصعبة 600 و500 مليون دولار سنويا، السنة الماضية ما جابت ما هو $124 مليون، ولكن الدولة لأن يعني أمورنا مسيرين كاملة بصفة صالحة وصفة معقلنة ولاتنا قابلين الفساد، قطينا ذاك العجز ذاك النقص وقطع عن طريق عدة قطاعات منها الصيد ومنها الزراعة، هي اللي جعلتنا الحمد لله في السنة الماضية وصلنا في نهاية السنة الميزانية فيها فائد 19 مليار ملوقية. ولا نقول لكم ملي عن التسيير للبلد، حسن التسيير ومحاربة الفساد أعطى إدارة ملي النتائج التالية. 2007 ميزانية الدولة كانت 205 مليار، 2007 هاي ميزانية موريتانيا كانت 2007، وميزانيتنا في 2016 اللي يقول لكم هو عن فيه الأزمة وفيه ياسر من النقص وعن الدولة عاجزة وعن عمال ما يقرصوا، ميزانيتنا السنة 452 مليار ملوقية، هذا 2016.
رقم الأزمة ورقم اللي يتمناه أعداء الوطن اللي هم المعارضين. في 2016 استثمارات لا يتبلغ 183 مليار ملوكية 2016، بينما كانت في 2007 كانت 58 مليار. ما يخص مصاريف الدولة اللي متعلقة بالاستثمارات التمويل الداخلي، 2007 كانت 28 مليار و2016 لا ينوصلوا 124 مليار ملوكية. هذا من تمويل الدولة، هذا ما تقدر تعدلوا دولة عاجزة، ولا فيه دولة في محيطنا كامل مشات ميزانيتها من 2007 إلى 2016 ضاعت مرتين، ما في محيطنا كامل ما هو فيه. وهذا سبب بسيط عن كل شيء عاد مراقب. موريتانيا ما طرا لها شيء. الأمطار اللي كانت تجيها ما زالت تجي وعيات تنقص. المعادن اللي كانت عندها نفس المعادن. يا غير اللي يخلق شنو هو؟ تقيير العقليات وتقيير النظام والرؤية لدى قادتكم اللي عندكم اليوم، لأن واعين وداركين هذه الأمور كاملة ومستهمين بها، ونعرفوا عن ذا أمانة بين يدينا، ولا يعطنا خلوه يكون يتم يعدل به، يكون المسائل اللي تخدم المصلحة العامة وتخدم الشعب الموريتاني. المشهد السياسي سمته البارزة خلو البلاد من سجناء الرأي وحرية تعبير بهرت المراقبين في الداخل والخارج. وفي المستقبل المنظور ستقدم الحكومة إلى الحوار المرتقب مقترحا يعرض على استفتاء شعبي يقضي بإلغاء مجلس الشيوخ وتشكيله مجالس جهوية لتنمية الولايات. أنا كشخص لن نكون عقبة للديمقراطية لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، لن نكون عقبة لترسيخ الديمقراطية في البلد، ولكن الديمقراطية الحقيقة، الديمقراطية الصحيحة. على كل حال الحوار والله مفاهمة الوطنية دور تخلق، ولها نعطيها إن شاء الله أربع أسابيع. اللي جاي للحوار واللي جاي للقاء الوطني من أجل رؤية جديدة للبلد مستعدين له، 3 أسابيع 4 أسابيع إن شاء الله، إلين نوفر إن شاء الله الوسائل ونجتمعوا. اللي باقي يجي من المعارضة يجي، وإذا بقيت تجي المعارضة كاملة مرحبا بها، واللي عندهم المشاكل كاملة تطرحوا، واللي عندهم المطالب تطرحوا، واللي عندهم التغيير تطرحوا طالبة به، يسوى شنو هو نحن مستعدين ونصنتي له. يا غير قابلكم كشهود على هذا كامل، أننا مستعدين أي رواية دورها المعارضة لا تنطرح تناقش. من المسائل اللي يقدم النظام اللي يقدم رئيس الجمهورية هو حل اللي ينقال له مجلس الشيوخ إن شاء الله. لاين حل مجلس الشيوخ إن شاء الله. غير البديل إن شاء الله لا يعود أهم للولايات، كل ولاية لا يعود عندها مجلس جهوي في الولاية ولا يعود مكلف بتنمية الولايات. خطاب النعمة استحضر مكاسب تطلب تحقيقها بذلا مستميتا وتضحيات تستحق التنويه والذود، في ظل متغيرات واهتزازات كبيرة نالت من أمنه واستقرار دول الجوار والمنطقتين الإفريقية والعربية بشكل عام. هون فرصة لي أني نأيد الجيش الوطني ونأيد قواتنا المسلحة ونأيد قواتنا الأمنية اللي صاهرة ليلا ونهارا على أمن واستقرار للبلد اللي ننعم به حامدين المولانا. أما قراءة الصورة فتشي بحضور حشود كبيرة رسمت بريشة فذة تنوع وكثافة وقوة الاستقبال. ونبقى في ولاية الحوض الشرقي، حيث تفقدت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عددا من المنشآت قيد الإنجاز. وقد شملت زيارة الوزارة عدة منشآت صحية وتعليمية وأمنية في مقاطعات عد البقر وأمرج وبيك لحواش.
لنا الانجازات اللي عدل لنا رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز. احنا بعد بالنسبه لنا كقراء كنا متخلفين وكان عندنا ياسر من 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 من, من هضم الحقوق، نعرف انه على انه انجاز كبير واننا ما نقدر نثمنوه. الوزيرة أكدت في هذا الاجتماع بأم صفية على ضرورة تجميع القرى في هذه المنطقة لكي تستفيد من الخدمات المدنية الأساسية، مبرزة في هذا الإطار أن الدولة تسعى إلى توفير العيش الكريم لكافة القرى والتجمعات السكنية في عموم التراب الوطني. مقاطعة عد البقر حظيت هي الأخرى بزيارة الوزيرة، حيث اطلعت على سير الأشغال في المركز الإسلامي الذي يضم مسجدا وسكنا للإمام ومستشفى من فئة ألف وسكنة الدرك الوطني وسوقا يتميز بالمواصفات الحديثة للتسوق وحظيرة الحيوانات. وفي هذه المنشآت تلقت الوزيرة شروحا فنية حول المراحل التي تم قطعها وتلك التي تأخرت عن موعدها، وأوصت بضرورة إنهاء الأشغال في الأوقات المحددة. مقاطعة أمورج حظيت هي الأخرى بزيارة الوزيرة، حيث عينت مكاتب وسكن حاكم المقاطعة واستمعت إلى شروح مفصلة عن ما تم تنفيذه من أشغال. وفي مبيكة الأحواش عاصمة مقاطعة يظهر تفقدت الوزيرة المخطط العمراني لسوق المدينة والمركز الإسلامي الذي يضم مسجدا ومحضرة وسكنا للإمام، وتلقت إيضاحات حول تقدم الأشغال وما وصلت إليه، مطالبة القائمين على هذه المشاريع بإنهائها في الجدولة الزمنية المخصصة لها. هذه المنشآت اللي عدلت من جديد وقطعا على انها تقدم كبير للمنطقه وتقدم كبير للعمل ولفته كريمه ومهمه بالنسبه للنظام على البلاد النائيه من موريتانيا. وتأتي فكرة إنشاء بيكة الأحواش عاصمة مقاطعة يظهر في إطار سعي الدولة إلى تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين وتأمين الحدود من كل ما يهدد الأمن الوطني. من هذه المقاطعة يعقوب الصوفي، الموريتانية. وإلى هنا نصل إلى ختام نافذتنا المخصصة لتغطية زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لولاية الحوض الشرقية. نتابع بقية فقرات نشرتنا بعد الفاصل. أطلقت منظمة كن شفافا صباح اليوم في نواكشوط ملتقى تكوينيا حول دور المجتمع المدني في دعم السياسات التنموية، ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة الموقع بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. وتستمر هذه الورشة لمدة 3 أيام وتتخللها عروض تكوينية حول تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال مواكبة تطبيق السياسات الحكومية ودورها الرقابية. الاقتصاد مع الغالية تامر شين بعد الفاصل. شكرا لك أحمد، ومساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أصبحت ولاية الحوض الشرقي تتوفر على مشاريع اقتصادية هامة بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، ومن أبرز هذه المشاريع مصنع الألبان بمدينة النعمة الذي سيمكن من دعم التنمية في الولاية التي تتوفر على مخزون هائل من الثروة الحيوانية سيتم استغلاله والاستفادة منه بمعايير اقتصادية عصرية. على بقعة خير بالفطرة من أرض مباركة طيبة، تربعت ولاية الحوض الشرقي حاضنة اقتصاد بلادنا في شقه التنموي. هنا عرف الإنسان منذ القدم العيش على ريع مواشيه، ومن هنا كذلك بدأت إرادة الدولة في استغلال هذه الثروة الحيوانية الهائلة سبيلا إلى الاستفادة المباشرة من هذا المخزون التنموي، ولكن بمعايير اقتصادية عصرية. مصنع الألبان في مدينة النعمة أحد تجليات هذه الإرادة التي تسعى إلى ضرب سرب من العصافير بحجر واحد من خلال تجميع ألبان تكفي لطاقة إنتاجية تصل إلى 30,000 لتر يوميا، تتم تعبئتها في علب تتراوح سعتها ما بين 500 و250 مللتر
كل ذلك بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون دولار أمريكي بتمويل من الدولة وشريكه الهندي، فيما يتم توفير أزيد من 100 فرصة عمل للعاطلين في هذا المصنع الذي يتوفر على 3 مراكز لتجميع الألبان في الشامية وبانغو ووركن، بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية في النعمة. معطل البنة يخسر، بدنا نجيبوه ونبيعوه، مبلغ 210 لتر، وهذه استفادة جبروها المواطنين وهذه العمال الجفاف الدورة تعينهم على ياسر من مصالحهم. اللبن نجيبوه دايرين ونقرأ هاو الحافظات، نحلبوه من البقرة الدحميس ونجيبوه للمصنع، وما شاء الله تعاملهم معنا جيد. نبيعوه 210 ويعطونا تغطى على حسب البنة اللي دفعنا لهم، سمعت بعد مدة شهر عودوا يعطونا شيك ونقيسوا البنك ونسرحوه من نهضتنا. وبالعودة إلى رجع صدى الاهتمام الرسمي بهذه الثروة التي تصل تقديراتها حسب القائمين على القطاع المعني إلى 600 ألف رأس من الإبل وزهاء المليون من الأبقار وأربعة ملايين من الغنم، شكلت سياسة تحسين السلالات تكريسا لرؤية اقتصادية واعية تسعى إلى رفع سقف الإنتاج أضعافا مضاعفة من زهاء 4 لترات في المتوسط إلى 15 لترا للحلوب الواحدة، بفضل تقنية التلقيح الصناعي لبنات الأرض من الأبكار بوافد من سلالات أخرى لديها القدرة على إنجاب مواليد جدد أولي إنتاج وافر من الألبان. الآن إلى سعر أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أعلنت شركة إني الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والطاقة أنها تخطط لاستثمار نحو 22 مليار دولار في أنشطة الغاز الطبيعي والنفط في إفريقيا على مدى السنوات الأربع المقبلة. المزيد في التقرير التالي. كشف الرئيس التنفيذي لشركة أني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي خلال عرض قدمه بوكالة الطاقة الدولية في باريس مطلع هذا الأسبوع أن الشركة تعتزم استثمار نحو 22.5 مليار دولار في إفريقيا، وتخطط لأن تتركز غالبيتها في أنشطة الغاز الطبيعي والنفط. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا المبلغ يشكل 60% من استثمارات إني خلال الأربع سنوات المقبلة، وأن شركته التي تشارك في مشروعات في 15 دولة ستساعد في عملية تعزيز وتنويع مجالات الطاقة في القارة الإفريقية من خلال استثمارات في الطاقة المتجددة. وأضاف أنه على المدى البعيد ستستثمر إني المزيد من الأموال في تطوير حقول الغاز العملاقة التي اكتشفتها. ونجحت أني في تحقيق اكتشافات كبيرة للغاز خصوصا في موزمبيق وجمهورية مصر مؤخرا، ما أدى إلى زيادة احتياطاتها بشكل كبير. وأشار ديسكالزي إلى أنه على الرغم من تلك الاكتشافات والوفرة المحتملة في الطاقة والنمو الاقتصادي المضطرد في إفريقيا، غير أن الوصول إلى الطاقة في القارة الإفريقية لا يزال ضعيفا، مضيفا أن إفريقيا تتمتع بطلب مزدهر على الطاقة، إلا أن وسائل إنتاج الطاقة بها غير مستدامة، لافتا إلى أن دول إفريقيا في حاجة إلى تغيير سبل إنتاج الطاقة لمصلحة الطاقات الأنظف والمتجددة. وذكرت شركة أني أنها على استعداد لإنفاق مئات ملايين الدولارات لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية في إفريقيا. أعلن بنك HSBC البريطاني انخفاض أرباح الربع الأول من العام بنسبة 14%، مسجلا تراجعا يقل عن التوقعات مع نمو إيرادات وحدة الأنشطة المصرفية التجارية لتعوض ضعف أنشطة التداول نتيجة الأجواء القاتمة في السوق العالمية مطلع العام. انخفضت الإيرادات 4% لتصل إلى 13 بليون و900 مليار دولار، مع انخفاض دخل إدارة الأسواق إلى 12%. وفيما يلي نتابع تطورات أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية.
مشاهدينا النشرة الاقتصادية انتهت، عودة إلى أحمد والشريف المختار وباقي النشرة، إلى اللقاء. شكرا لك الغالية منتهى مرشين. وفي بقية ملفات نشرتنا، دوليا قررت جامعة الدول العربية اليوم العمل على تقديم كل من شاركوا في الاعتداءات ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية هي العدالة الدولية، وذلك في قرار صادر عن جلسة طارئة للجامعة حول حلب. وعقد مندوب دول الجامعة العربية اجتماعا في مقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب قطر لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية. ووافقت كل الدول العربية على القرار باستثناء لبنان الذي امتنع عن التصويت. شيع مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله اليوم جثمان الفلسطيني أحمد شحاد الذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال. وانطلق موكب التشيع من أمام مجمع فلسطين الطبي باتجاه منزل شحاد في بلدة بيتونيا غربية رام الله. وكان شحاد قد استشهد عند مدخل بلدة بيتونيا بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم جراحه خطيرة. توقعت مصادر صحفية أمريكية أن يعلن جون كاسيك المنافس الأخير للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية انسحابه من السباق، كما يمهد نهائيا لحصول ترامب على ترشيح حزبه. في غضون ذلك أعلنت وحدة الجمهورية دعم ترامب في سعيه لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة، وذلك بعد خروج منافسه السيناتور تيد كروز من السباق مجبرا بعد فوز ترامب في ولاية إنديانا. نهاية النشرة للتذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الأنظمة الكهربائية في المنطقة الشرقية بغلاف مالي يتجاوز 18 مليار أوقية. رئيس الجمهورية يؤكد خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي عزم الدولة إقامة المزيد من المنشآت التنموية داعيا السكان إلى صيانة ما تحقق من إنجازات في السنوات الأخيرة. جامعة الدول العربية تقرر في جلسة طارئة تقديم المشاركين في الاعتداءات ضد المدنيين في سوريا إلى العدالة الدولية. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.